عبد الصمد مكمل لحد الدقيقه الاخيره، ده بالنسبه لي كانت حاجه مش مفهومه. يعني ده بالنسبه لي كانت حاجه مش مفهومه. وللاسف الشديد لما دخل فيك الهدف الاول اللي اخطا فيه زكريا الوحدي، واعتقد ان اللاعب ده عمل بطوله عظيمه، زكريا الوحدي عمل بطوله حلوه قوي. فقصه اختزال اللي قدمه زكريا في لقطه واحده هتكون حاجه ظالمه جدا. زكريا الوحدي من اهم اللعيبه اللي كانوا موجودين في المنتخب المغربي على مدار البطوله، فزكريا الوحدي غلط غلطه واحده بس دمرت الدنيا بالنسبه للمنتخب المغربي. وقدر فيرمان لوبيز اللي عنده خيار واحد بس وهو خيار التصويب، يعني فيرمان لوبيز دايما بيثق في قوه تسديداته اكتر من اي حاجه، مدور على الكره بتاع الشوط الاول اللي شاطها ومنير المحمدي صدلها يعني صدلها برد فعل عالي جدا. يحسب على المدير الفني للمنتخب المغربي ان هو رجع بدري وما غيرش بدري، بالعكس هو غير بعد ما خربت. يعني بالنسبه لكابتن طارق سكتاوي يحسب عليه ان هو للاسف الشديد غير بعد ما الموضوع ما انتهى. انت عايز تلبس الماتش لطارق سكتاوي؟ لا انا مش بلبس الماتش لطارق سكتاوي، بس هو في قرارات كابتن طارق سكتاوي خدها وما ظبطتش معاه، زي ان انت تبدا الشوط الثاني بتقرر انت تدافع وتسيب منتخب اسبانيا يعمل تغييراته، ومنتخب اسبانيا بيقرر ان هو يخش في الجيم. يعني بالنسبه لي المنتخب الاسباني اول حاجه قرر ان هو ينزل خوانلو وميجيل جوتيرز ونزل ادريان، كل التغييرات دي كانت في الدقيقه 62. فانت قدام مدرب قرر ان هو يعمل ريسك بدري، قرر ان هو يغير بدري. يعني منتخب اسبانيا في عز ما كان هو ما بيهاجم، انت قررت ان انت تعمل ايه؟ تسيب الكره وترجع تدافع. سهلت الجيم قوي بالنسبه لاسبانيا، يعني انت سهلت الجيم قوي بالنسبه لاسبانيا. للاسف الشديد، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. للاسف واحده من اكبر مشاكل كابتن طارق سكتاوي هو عدم التعامل بشكل قوي الشوط الثاني، والتراجع مبكرا زياده عن اللزوم، وعدم التغييرات بشكل بدري، وعدم التضحيه ببعض من اللاعبين امثال عبد الصمد الزازوري. يعني انت كنت ممكن تشد عبد الصمد او تشد الياس خماش، كنت ممكن تقلب الطريقه، كنت ممكن تلعب بخمسه، طالما انت عايز تدافع كنت ممكن تلعب بخمسه، انما لا انا عايز اكمل بنفس العناصر هي هي، وهشتغل على التحولات والعناصر دي تقدر ان هي تسد معايا دفاعيا، الوضع مش هيبقى افضل حاجه. هتقول لي يعني هو لو نزل مساك كان الجمهور ممكن يحترمه ساعتها، وكان الجمهور ممكن يقول ان هو خايف زياده عن اللزوم؟ لا، بس انت طالما نويت تلعب جيم دفاعي، طالما انت عايز تلعب جيم دفاعي ما تزود مدافعين، زود من اللعيبه اللي بتعرف تلعب الجيم ده. انما انت عايز تلعب جيم دفاعي وفي نفس الوقت تلعب جيم بتعتمد فعلا التحولات، يعني انت عايز تلعب جيم دفاعي مثالي وفي نفس الوقت تقدر ان انت تكون عندك تحولات كويسه، حلو الجيم ده، بس اللعيبه اللي هتغلط عندك انت تتحاسب فوري. الهدف الثاني الغلطه بتاعت عبد الصمد الزازولي، الراجل ساب المان اللي معاه، الراجل ساب الجناح اللي معاه خالص، والجناح اللي معاه قدر ان هو يسجل. رغم ان عبد الصمد الزازولي كان لازم يفهم حاجه مهمه، ان الناحيه الثانيه ناحيه اليمين منتخب اسبانيا ما عندوش حلول. يعني الحل الوحيد اللي كان موجود عند منتخب اسبانيا انه يرمي نفسه على شمال المغرب، ده الحل الوحيد. فانا كلاعب محتاج ان انا افهم ان هيبقى في ضغط عليا كتير،